مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض اندومي كمان بطريقة جديدة. رح نستخدم فيها اندومي انا اوريدي سلقته مي عادي مع كاتشب ومايونيز، والمي تبعته اللي سلقته فيها وخس بندورة والصوص تبعه مع البهارات ونعناع يابس. تمام، اول شيء رح احط المايونيز والكاتشب وبهارات الاندومي فوقهم. حطي واخلطهم مع بعض لحد ما يندمجوا مع زيت زيتون. طبعا اول شيء حطيت، ممكن اللي بيحب يحط زبده مثل ما بتحبوا. لحط شويه نعناع يابس، كل واحد بيزيد على قد ما بيحب. نفس الشيء بس يبلشوا يطلعوا الصوت تحسوا انه اندمجوا، لحط الاندومي وبرش حرب كثير لحد ما الصوص كله يجي مع كل الاندومي. تمام، رح خليه بهاي الطريقة لحد ما ييبس، ضل اضرم فيه لحد ما حسه انه صار. كل ما يبس شوي وحسه خف نعناع يابس برجع برشله وبخلطه. برجع احط نعناع يابس من الجهة الثانية وبقلب فيه. هلا اللي بحب يحط المرقة فوق الخلطة هاي ممكن يحطها، واللي ما بحب ممكن يخليها بالطحن على جنب ويغطس فيها شوي شوي. وهيك صار عندي الطبق جاهز مثل ما شايفين، لو تشموا ريحته مطيبة مع المرقة تبعته. وإذا شفت لايكات كتير على هالفيديو رح أعملكم اندومي بالرز طريقة جديدة كمان كتير طيبة، بنشوفها مع بعض نعملها مع بعض. يعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.